قاسم سليماني يعمل غنية. الجيش الأمريكي هو الذي قتل هؤلاء وهو الذي سيدفع الثمن. الاستشهاديون الذين أخرجوا أمريكا في السابق من منطقتنا ما زالوا موجودين وأكثر بكثير مما كانوا في السابق. الرد على دماء قاسم سليماني وأبو مهدي هو إخراج القوات الأمريكية من كل منطقته. سنواصل الطريق، لن تضيع دماء الشهداء.